عند العودة من العطلة الصيفية سيلاحظ مصطفى غياب صديقه عن الفصل. توجه إلى منزله. أخبرته والدة صديقه أن ابنها الصغير مات. توفي بعد معاناة مع مرض في القلب. هذا الحادث بالذات سيكون سبباً في أن يصبح مصطفى طبيباً جراحاً في أمراض القلب. هذا الخبر كان بالنسبة لي واحد الصدمة كبيرة في حياتي، وما قدرتش نتقبلها. أنا دوزنا أوقات جميلة، أنني ما بقيش نشوف هذاك الصديق، وما بقيش نضحك معه، وما بقيش نلعب معه. في هذه الحلقة رحلة من المغرب إلى ألمانيا مروراً بتونس، وقصة نجاح في مجال الطب. أنا مصطفى الحمريطي، مغربي 37 سنة، طبيب وأستاذ جامعي في ألمانيا، طبيب نتاع أمراض القلب والشرايين. وفي هذه الحلقة أيضا من بودكاست فصول نروي حكايات من غرف العمليات. أنا كنت في الغرفة اللي بالجانب نتاع العملية، مشيت لتما وقلت لهم شنو المشكل. قال لك راه انا مريض، دابا راه 10 دقائق عندنا بيقدر يتوفى. أعد هذه الحلقة عبد العالي الزهار وانا احمد خير الدين، مع نروي فصول الحكاية. في الثمانينيات ولد مصطفى في العاصمة الرباط. والداه المدرسان عملا لفترة في جبال الريف المغربية، ثم بعد ذلك في سيدي قاسم. بهذه المدينة الواقعة شمالية وسط المغرب سيقضي مصطفى طفولته. يعني على حسب ظروف العمل تاع الوالدين ديالي انتقلوا لمدينة سيدي قاسم، وتما دوزت الطفولة ديالي. خلال الدراسة الابتدائية كانت عناية الوالدين تلازم خطوات مصطفى. في فترة التسعينيات كان المعلمون يشكلون فئة كبيرة من الطبقة المتوسطة في البلاد. درست في المدارس العمومية، واللي تعرف المدارس العمومية في الثمانينات والتسعينات أننا إحنا كنا في قسم اللي فيه واحد 40 تلميذ، والأساتذة ديالنا الصراحة داروا معنا واحد المجهود كبير. أنا مني تكون عندك واحد 40 تلميذ، أن الظروف العمل شوية قاسية. في المدرسة كان المعلمون يلمحون في عيني مصطفى الصغيرتين ملامح الذكاء. في هذا الوقت كان حلم ممارسة الطب يكبر في داخله. كي كنا صغار كان ديما الإجابة عن هذا السؤال كانت يكون يا إما تكون مهندس، يا إما تكون طبيب، يا إما تكون طيار. وهذه هي الإجابة نتاع الأغلبية الأصدقاء ديالي. مصطفى عمره الآن 12 عاما، يقضي صيفا آخر في الرباط. العائلة الكبيرة والشمس المعتدلة وشاطئ المدينة، أشياء سيفتقدها الصبي مع اقتراب نهاية العطلة. بعد العودة إلى سيدي قاسم في افتتاح الموسم الدراسي سيلاحظ مصطفى غياب صديقه عن الفصل. ظل المقعد الذي بجانبه خالياً أياماً متواصلة. قصد مصطفى منزل صديقه. كانت يجلس ديما حدايا. ما جاش النهار الأول، ما جاش النهار الثاني، ما جاش. ومن بعد مشيت لعنده المنزل ديالو ودقيت على الوالدة ديالو وسولتها فين هو الصديق ديالي، فين هو صراحة فين هو ديالي الصديق ديالي. في المنزل أخبرته والدة صديقه أن ابنها الصغير توفي بعد معاناة مع مرض في القلب. صدم مصطفى بخبر رحيله. والصراحة هذا الخبر كان بالنسبة لي واحد الصدمة كبيرة في حياتي، وما قدرتش نتقبلها. أنا دوزنا بزاف ولعبنا بزاف مع بعضياتنا، ودوزنا أوقات جميلة. أنني ما بقيش نشوف هذاك الصديق، وما بقيش نضحك معه، وما بقيش نلعب معه، وما بقيش ندابزو ونتخاصمو ونضحكو ونتصالحو. هذا الحادث بالذات سيكون دافع مصطفى
للتفكير في دراسة الطب، طب القلب والشرايين بالتحديد. صراحة هذا هو من بين الأسباب اللي خلوني أنني نتوجه في هذا الميدان. العام الآن 2002، في يد مصطفى شهادة بكالوريا وميزة تفوق ورسالة قبول من جامعة تونسية لدراسة الطب. على الشاب أن يختار في وقت قصير بين البقاء في المغرب أو الانتقال إلى تونس. وحدها قرارات والديه كانت تخمد الحيرة التي علقت برأسه. الوالد ديالي والوالدة ديالي الله يخليهم ليا قالوا ليا شوف انت اختار شنو بغيتي وحنا معك، يعني بغيتي تمشي لتونس مرحبا حنا معك كنوقفوا معك، بغيتي تمشي تبقى هنا في المغرب انت مرحبا بك. كان عليا انني نجاوب في اسبوع، وفي هذاك الاسبوع كنت ملزم انني نحضر الاوراق ديالي كاملين، والحمد لله ربي سهل ويسر اننا في مده اسبوع الطياره وكل شيء لقاتني في تونس. في تونس جلس مصطفى في غرفته بالفندق محاولا استيعاب خطوته هذه. اليوم الأول كان صعبا. أول نهار في تونس ما عمري نسى في حياتي زعما كاملة، أنني فاش وصلت لتونس العاصمة ومن بعد مشيت للوتيل، يعني أول ليلة أول مرة أنني نبعد على الأهل ديالي وبوحدي في دولة جديدة. صراحة بكيت بكيت وبقيت نقول علاش أنا جيت لتونس، ولكن الحاجة الوحيدة اللي ديما بقات في الذهن ديالي هو أنني أنا باغي ندير الطب وباغي نقرأ الطب وباغي ندير الطب القلب والشرايين، وهذا هو اللي خلاني أنني النهار الأول وخا بكيت فرحت. في جامعة المنستير سيدرس مصطفى الطب، هناك سيقضي 8 أعوام. كان واضحا خلال هذه المدة إلى جانب تفوقه اهتمامه الكبير بطب القلب والشرايين، حلم طفولته. هذا هدف كان عندي من أيامات الطفولة، ومن بعد من بديت الدراسة أنني تعرفت على القلب وعلى تخطيط القلب وعلى مكونات القلب، وثم بدأ الولع ديالي ديال بالقلب، ومن بعد وليت أنا طلعت محدي طالب، قريت بزاف في هادشي نتاع القلب، وليت نعطي دروس للأصدقاء ديالي وتنشرح ليهم. على مصطفى الآن أن يعود إلى المغرب بعد نيله الدكتوراه في الطب العام، وفي قلبه ذكرى السنوات التي قضاها في تونس. تونس كما رآها مصطفى. تونس كانت رائعة الصراحة، يعني تونس أنا الفكرة اللي عندي على تونس هي دولة استقرار، هي دولة أمن وأمان، دولة علم. الحياة ديالي في تونس، أنا عشت في تونس 8 سنوات، صراحة ما شفت من تونس إلى الترحاب. العام الآن 2010، سيتفرغ مصطفى للعمل الإنساني في المغرب. سيقدم المساعدة رفقة أطباء آخرين لسكان الجبال والقرى النائية. ولذلك اختارت أول حاجة، أول مرحلة من بعد الدكتورة ديالي في الطب العام، أنني نتوجه لعمل جمعوي، وهذا الشيء اللي درت الحمد لله. أنني نخرط واحد الجمعية، كين زرنا بزاف الأماكن اللي هما من قاطعين على العالم، نحاولوا نديروا لهم توجيهات طبية وندوزوا لهم ونعاونهم ونعطيهم أدوية. مر عامان وما زال حلم التخصص في أمراض القلب لا يفارق تفكيره. ألمانيا كانت وجهته. بعد بحث عميق لقيت بأن في ألمانيا عندهم واحد الطب اللي هو جديد واللي هو مبدل على
الطب الفرنكوفوني ومبدل على الطب الانجلوساكسوني. درست اللغة وبديتها من الأبجديات اللغة. لم يحتج المشرفون على مصطفى الكثير من الوقت للوثوق في قدراته. أبواب غرف العمليات كانت مفتوحة أمامه. بالتزامن مع دراسته وأبحاثه كانت موهبته محط إعجاب الألمان في المستشفى. كبديت هنا في ألمانيا زم من النهار الأول ديالي تيقولوا لي الألمانيين أنت موهوبة بالفطرة، عندك واحد الموهبة اللي هي فطرية، زعما ماشي ما محتاج تعلم شي حاجة. ومن أي حاجة بديت فيها تنديرها تقول لك ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، زعما تتقنها كأن شي واحد اللي هو سنوات هو تيديرها. مرت على تواجد مصطفى في ألمانيا أعوام قليلة قضاها يتسلق التخصص تلو الآخر. ما زالت تعبير الدهشة عالقة على وجوه زملائه الألمان من مهاراته. المشرفين ديالي كانت يجي تيقول لك هانتا دكتور مصطفى، هانتا باش نعطيك واحد العملية لأول مرة. تنقول لهم أنا مرحبا، يعني عمري ما قلت لا هاد العملية صعيبة عليا ولا شي حاجة. وفي وقت العملية تنبداها، يعني صراحة توفيق من عند الله، تدوز عملية مزيانة. هما تيستغربوا. بيدنهاوزن مدينة صغيرة وهادئة يقصدها السياح الأوروبيون لينعموا بمياهها المالحة الصحية. المدينة تقع شمالية ألمانيا وتشتهر أيضا بمستشفياتها. في المستشفى ينهي مصطفى عملية قلب جديدة. يرن هاتفه، هو زميله بغرفة العمليات المجاورة. تواصلوا معايا، عيطوا لي في التليفون. أنا كنت في الغرفة اللي بالجانب نتاع العملية، مشيت لتما وقلت لهم شنو المشكل. قال لك راه أنا مريض، دابا راه 10 دقائق عندنا بيقدر يتوفى. توجه مصطفى على عجل إلى غرفة العمليات الثانية. هناك فهم أن عليه أن ينقذ مريضاً على وشك الموت، ثقب في القلب حدث أثناء عملية جراحية يهدد حياة المريض. عادة يحتاج هذا النوع من الحالات فتح القفص الصدري بالكامل والبحث عن الثقب، عملية لا تخلو من مخاطر. أمام مصطفى الآن 10 دقائق للتفكير في حل. قلت لهم أنا يا تسناو، راه عندنا واحد الكرة في القلب اللي هو من نوع هذيك العمليات، غادي نشد هذيك الكرة وغادي نحاول نسد بها داك الثقب من الداخل بلا ما نحاولوا نحلوه من برا، وهذا الشيء اللي درت. فكر مصطفى في تقنية مبتكرة، نجح في سد الثقب سريعا دون الحاجة إلى فتح القفص الصدري. شديت هذيك الكرة اللي كنا ديجا دايرينها في العملية الأولى وحاولت نسد بها داك الثقب اللي كاين في القلب، تعرفت عليه وسديته والحمد لله المريض نجا من الموت المحقق. وهذيك الطريقة اللي هي جديدة نقضت الحياة ديالو. الآن بدت الغرفة أقل توتراً. احتلت دهشة ممزوجة بالإعجاب وجوه الأطباء، وكأن صوتاً داخلهم يقول فعلها الشاب المغربي من جديد. كانوا الناس كاملين متفاجئين، وقدمت هذه العملية في المستشفى ديالنا وفرحوا كاملين الناس، وقال لك هذه عملية جديدة وذكية بزاف. في مكتبة البيت يراجع مصطفى بحثه الأخير قبل إرساله للنشر، ثم يفتح رسالة وصلت البيت عبر البريد. أمام ضوء الحاسوب جلس مصطفى يقرأ ما جاء فيها. دكتور مصطفى، أود أن أشكرك عن كل ما فعلته من أجلي، لقد أنقذت حياتي، وبفضلك الآن أنا وصل أطفالي 4. أشكرك لأنك الطبيب الوحيد الذي صدقتني وكشفت مرضي. قلبي مدين لك دكتور.
تابع مصطفى قراءة رسالة الطويلة. يتذكر حين قدمت إليه الممرضة تشكو له ما تشعر به من ألم في القلب. كانت قد أنهت للتو جولة طويلة بين أطباء ألمانيا. أخبروها أن ما تشعر به مجرد اضطراب نفسي. الفحوصات لم تظهر أي شيء. مشات في المستشفيات كاملة وكان عندها مشكل في عدم ولا في اضطرابات دقات القلب. يوميا تتعاني من المشاكل لأن الناس ما ولا الأطباء هنا كاملين ما صدقوهاش وقالوا لي راه خصك تمشي عند البسيكياتر ولا عند طبيب نفسي لأن المشكل عندك نفسي. ومشات لعندي أنا ومن جات لعندي أنا درت لها العملية قلبت لقيت الخلل داويته ليها وهي أم تاع أربعة الأطفال وصفطت لي واحدة الرسالة اللي فيها ثلاثة صفحات شكر وامتنان. في سن 37 في رصيد مصطفى الآن عشرات المقالات العلمية يبين فيها التقنيات التي استخدمها في عملياته الجراحية. مصطفى متخصص الآن في كهرباء القلب ويسعى حالياً إلى نشر بحث جديد يقول إنه سيحدث تقدماً في مجال تشخيص أمراض القلب مبكراً، تقنية تعتمد على تحديد الخلل في القلب من خلال تحليل خوارزميات لضربات القلب. والحمد لله أنا اكتشفت ولا اخترعت هذا الألغوريتم اللي هو أعلى من خلال تخطيط القلب اللي هو تخطيط القلب اللي هو موجود في العالم كامل أنك تحدد الموقع نتاع الخلل، يعني ما بقيتيش محتاج تقنيات عالية ومكلفة. نجح جراحون أمريكيون في زرع قلب خنزير معدل وراثيا داخل جسم الإنسان. بنت، der erste Mensch, dem ein gentechnisch verändertes Schweineherz transplantiert wurde. يتابع مصطفى التطورات الأخيرة في مجال زراعة القلب. في ظل ضعف التبرع بالأعضاء في البلدان العربية، يرى مصطفى في التوجه إلى استغلال أعضاء الحيوانات مستقبلا حلا بديلا لتعويض هذا النقص. بحكم التجربة ديالي أنا متفائل بزاف صراحة أن إنسان عاش شهرين 60 يوم بقلب اللي هو ماشي قلب موجه للإنسان. وتنعرفوا برا في العالم كامل كاين واحد النقص كبير في الأعضاء نتاع اللي موجه للزراعة. في ذهن مصطفى الآن فكرة العودة للوطن لا تفارقه. هدفه أن ينقل خبرته في مجال أمراض القلب. الحلم ديالي أنني ديما نمشي للمغرب ونساعد الناس للمغرب. حاولت أنني رغم أنني في ألمانيا كيفاش نقدر نساعدهم وجاتني الفكرة أنني ندير استشارة طبية عن بعد اللي لقات الإقبال كبير. وفي اتصال مع أطباء أخرين اللي هما في الميدان ديالي أنا إن شاء الله غادي ندخل المغرب ونأدي هاد العمليات اللي تندير هنايا وغادي يكونوا أول مرة تداروا في المغرب وفي شمال أفريقيا. في المستشفى يواصل مصطفى إجراء مزيد من العمليات الجراحية. يبهر الألمان ويحيي آمال المرضى وفي قلبه امتنان وعرفان لصديقه الذي مات، شريكه في طاولة الدراسة وفي نجاحه الآن. بودكاست فصول مع النروي فصول الحكاية. استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست أبل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحرة.com وآثير راديو سوا.